السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج قضايا وآراء. تمر بنا غدا الذكرى الرابعة لثورة التكبير، ثورة 17 من فبراير، ونحن بين فرح وحزن. أما الفرح فلذكرى ثورة حررتنا بتوفيق وعون من الله من العبودية والاضطهاد ومن الدكتاتورية والفساد ومن حكم الطغيان والجبروت، وتنفسنا معها عبق الحرية ونسيم العدل والمساواة. وأما الحزن فلأننا نعيش اليوم واقعا مؤلما، فاليوم تقصف درنة بلد الحنة والفل والزعفران، وبالأمس واليوم تقصف بنغازي حاضنة الثورة وليبيا المصغرة، ويقتل الأبرياء ويشردون وتدمر المباني والمرافق، كل ذلك بذريعة محاربة الإرهاب. واقع محزن نعيشه بعد أن وضع كثير ممن كانوا ثوارا أيديهم مع أيادي أعداء الثورة في الشرق والغرب لتقاطع مصالحهم الشخصية، وفي سبيل ذلك لا يبالون أن تذهب بلادهم للجحيم، لكن الله غالب على أمره وسيجعل بعد عسر يسرا، وثورة شعارها التكبير لن تهزم إن شاء الله تعالى. ثورة 17 من فبراير، الواقع والمستقبل، هو موضوع حلقتنا لهذه الليلة من قضايا وآراء. أرحب أولا بضيف البرنامج الأستاذ مصطفى الطرابلسي الكاتب والباحث الأكاديمي، أهلا وسهلا بك دكتور. لكن دكتور عفوا قبل أن نبدأ في الحلقة، اتصلنا الحقيقة بفضيلة الشيخ الصادق الورياني المفتي العام وهو الآن معنا على الخط الهاتفي. نرحب بك شيخنا، أهلا وسهلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسوله وعلى آله وصحبه. في البداية تحيي دوري الثوار المرابطين في الجبهات المكلفين برئاسة الأركان ومن القائد الأعلى المسلحة برد البقاع والذوق والإفرومات، وكذلك تحيي الحراك السلمية في الساحات والميادين المتواصل على ما يقرب 30 جمعة، وتشد على أيديهم وتدعوهم إلى التواصلة وعدم الكلام حتى تتحقق كل أهدافهم، وخلود دعم حقيقي لمؤسسات الدولة الشرعية. وتحيي كذلك كل الجنود المجهولين الذين يسهرون على تأمين المدن في كل ربع ليبيا من المخربين والمفسدين والظلمة، وأسأل الله أن يتقبل من قتل منهم جميعا في الشهداء الأبرار، وأن يشفي الجرحى، وأن يعوض من فقدوا، وأن يعوض من فقدوا أعزاء لهم خيرا. نعم شيخ صادق، بمناسبة الذكرى الرابعة لثورة 17 من فبراير، ما هي الرسالة التي تود دار الإفتاء توجيهها لأهلنا في ليبيا؟ نعم، وأن يعوض من فقدوا أعزاء لهم خيرا، ويبدلهم عنهم بردا وسلاما، وانطلاقا من أن دار الإفتاء تشعر بالمسؤولية التي يشعر بها كل غيور على سلامة الوطن وأمنه، فإنها تحرص كعادة حرصها في مناسبات أخرى عديدة على المناصحة التي أوجبها الله تعالى على المسلمين وجعلها من الدين. نعم. ومن أوجبها المتعين في الوقت الحاضر الحفاظ على جمع الكلمة ونبذ الفرصة، لقول الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وتدعو جميع الليبيين أن يقفوا صفا واحدا خلف المؤتمر الوطني العام، وأن يدعموه بكل قوة، فإنه ولي الأمر الشرعي
الآن الذي تجب طاعته في المعروف لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والمؤتمر الآن في أحسن أحواله يعمل عملا مؤسسيا منظما، ونؤمن منه خيرا إن شاء الله، وهو بصدد تشكيل هيئة موسعة من خبراء في الفقه الإسلامي للقيام بمراجعة القوانين وتعديلها بما يوافق الشريعة الإسلامية. وتدعو دار الإفتاء كل ما حكومة الإنقاذ والمجتمع الوطني إلى العمل معا فريقا واحدا متعاونا، فذلك يرجع عليهم معا بالخير. والتكلم بصوت واحد يجبر العالم على التعامل معهم بأكثر عدلا وواقعية. نعم شيخ، ما رؤية دار الإفتاء الآن للحوار الذي يجري الآن بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة؟ الحوار يقوده المؤتمر الوطني، ترحب به دار الإفتاء وتدعمه بقوة، ما حافظ على ثوابت الدين وأمن الوطن ووحدته. لكن ينبغي ألا تبعثر الجهود بتعدد الجهات التي تتولى الحوار، وعلى المجتمع الدولي إن كان جادا في الوصول إلى حل عادل عاجل أن يوفر الوقت والجهد، فلا يسعى للفرقة وشق الصف بفتح حوارات متعددة، واحدة في طرابلس وأخرى في جنيف وثالثة في اسطنبول ورابعة في عاصمة أخرى. فالحوار في الحقيقة له جبهتان لا ثالث لهما: جبهة مع المؤتمر الوطني ومن يؤيده، وأخرى ضده. ومهما تعدد الممثلون في الحوار، سواء كانوا من التبع والطوارق أو من طبرق وطرابلس أو من الزنتان وكتلة، فلا يخرجون جميعا عن هاتين الجبهتين. فلم التجزئة وكثرة النفوذ والبحث عن الأدوار؟ ولو اختصر الثوار وكل من هو معه من السياسيين لو اختصروا الطريق، فقالوا عندما تدعوهم بعثة الأمم المتحدة للحوار في مجموعات متفرقة، لو قالوا بصوت واحد جميعا يمثلنا في الحوار المؤتمر الوطني، لأظهروا تماسكا في جبهتهم ولا فرضوا على المجتمع الدولي احترامهم. طيب شيخ، حدثت في الأيام الأخيرة عمليات تفجير وقتل تبناها تنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا، الذي صار يدعو علانية إلى البيعة في بعض المدن الليبية، مما وقع بعض المواطنين في الحقيقة في الحيرة، ويريدون رأي دار الإفتاء فيما يجري. صدر قبل قليل من مجلس البحوث والعلوم الشرعية بيان حول البيانات التي صدرت باسم داعش من داخل ليبيا، تبنى تفجيرات وأعمال عنف حصلت في طرابلس وبعض حقول النفط والاستيلاء بالقوة على بعض الإدارات في سرت وما نسب إليهم، ولم يتحقق المؤتمر ولا الحكومة من نسبة إليهم بعد القيام بذبح عدد من الأقباط المصريين. ووصف بيان مجلس البحوث هذا العمل بأنه عمل إرهابي يشترك فيه مع العناصر المتطرفة جهات استخباراتية، ويعزز هذه المشاركة مع المخابرات ما صدر من بعض رموز نظام القذافي المقيمين في مصر من أمثال قذافي الدم، حين ذكر أنه على تواصل مع جماعة داعش في ليبيا وأنه يدعمهم ويشيد بأعمالهم. وأوضح البيان الصادر للعلماء أن الهدف من هذا العمل الإرهابي في هذا التوقيت واضح، وهو إعطاء الذريعة للتدخل الإرهابي في ليبيا وتصويرها أمام العالم أنها بلد إرهاب خارج عن السيطرة. والرسالة التي حملها بها العلماء
في مجلس البحوث إلى عامة المواطنين وإلى الشباب المتدين في ليبيا، سواء كانوا من الثوار ومجالس الشورى أو من طلاب العلم أو من عامة الناس، برسالة العلماء إليهم ألا يغتروا بشعارات هذه الجماعات المتطرفة التي تسمي نفسها الدولة الإسلامية، فإن تحركها في هذا الوقت يشير بأصابع الاتهام إلى تعاونها مع المخابرات. ولا شك أن هذا السلوك من هذه الجماعة يعمل على قلب إسلامي من داخله باسم الإسلام، فكما قيل لا يضرب الإسلام إلا بسيف الإسلام، فإن أعمالهم أبعد ما تكون عن دين المسلمين وإن تسمت باسمه. وذلك لما يأتي: أولا، هذا المسلك في الدعوة إلى الإسلام بالذبح والتكفير كبير مناف لكل أصول الإسلام وفروعه، فلم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الخلفاء الراشدون ولا السلف الصالح من الأمة، فإن الله تبارك وتعالى يقول: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. والنبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا وأبا موسى إلى اليمن ليقيم الإسلام في أرض اليمن، فكان مما أوصاهما به: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. وقال صلى الله عليه وسلم لمن شك الناس طول إمامته دين في الصلاة: إن منكم منفرين. والإطالة في الصلاة لا تقاس بها لا. ثانيا، كل حريص على تحكيم الشريعة في الصحة وليست شريعة الذبح والقتل يعلم يقينا أن التدرج في تطبيق أحكامها حتى يحكمها الناس سمة بارزة من سمات الإسلام. لقد بقي النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة يعبد الله في مكة والأصنام على ظهر الكعبة، ولتمكن الربا والخمر من حياة مكة في الجاهلية كان الربا والخمر من أواخر المحرمات نزولا، لم يحرم الربا تحريما كاملا بمحو كل آثاره إلا في السنة العاشرة وفي حاجة الوباء قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بشهور قليلة. وبقي النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بعد الهجرة 8 سنين أو أزيد، وأصحابه يشربون الخمر يتدرج بهم التشيع في التنفير منها شيئا فشيئا، حتى نزل التحريم القاطع في آية المائدة: وإن نواخر سوى القرآن نزولا. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: لو نزل أول ما نزل لا تشرب الخمر لقالوا لا نتركها أبدا. ثالثا، أنبه الشباب المتدين إلى قاعدة عظيمة في التشريع الإسلامي، وهي مراعاة التشريع للمقاصد والمآلات، فكثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك الشيء ويحب أن يفعله خشية آلاته الضارة بالأمة ودفع المفسدة المترتبة عليه. قال صلى الله عليه وسلم لعائشة كما في البخاري: لولا قومك حديث عهد بكفر لنقضت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم. فترك صلى الله عليه وسلم بناء الكعبة على قواعد إبراهيم دفعا لمفسدة الافتتاح والكفرة من الإسلام، وبقيت الكعبة إلى حد الآن كما تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومحى صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية وصف اسمه وثيقة بأنه رسول الله عندما قالت له قريش عناد: لو نعلم أنك رسول الله ما قتلناك. فنزل عقل بهم ومحاه، وهو ليس بالأمر الهين لكن دفعا لمفسد أعظم. وترك النبي صلى الله عليه وسلم قتل المنافقين وهم كذبونه ويكيدون له مع معرفته بعيانهم، ترك ذلك دفعا لمفسدة التنفير من الإسلام، وأن قال إن
أبدا يقتل أصحابه، والشواهد من السنة على هذا كثيرة. فتغتروا يا شباب المسلمين بأعمال المفسدين، وإن زعموا أنهم يدافعون على الإسلام. جزاكم الله خيرا يا شيخ صادق وبارك الله فيكم. جزاكم الله خيرا. أرحب بك أستاذ مصطفى طرابلسي مرة أخرى. حديثنا دكتور هذه الليلة عن ثورة 17 من فبراير، الواقع والمستقبل. أولا حدث سؤالي إليك، ماذا تمثل لك ثورة 17 من فبراير؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ثورة 17 من فبراير في ظني أنها لا تمثل لي أنا فقط، بل إنها كانت ولا زالت تمثل لي أنا شخصيا أو لجيلي الأمل والشعاع الذي ظهر في الأفق بعد ليل طويل دام على ليبيا حوالي 42 سنة، خاصة جيلنا نحن الذين عاصرنا الانقلاب الذي قام به القذافي في سنة 69. كانت هناك دولة، وكان هناك مؤسسات، وكان هناك دستور، ثم جاء القذافي وانقلب على كل هذا. ومنذ ذلك اليوم خرجت ليبيا من ما أستطيع أن أسميه دولة قانون، وخرجت ليبيا من حال الاستقرار والنمو الطبيعي في بنيانها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والعلمي، خرجت إلى الفوضى، وخرجت إلى نفق دام فيه الليبيون أكثر من 4 عقود كما أسلفت منذ قليل. فعندما جاءت هذه الثورة المباركة رأينا، خاصة نحن الذين علينا المرارة من ذلك النظام، رأينا فيها الأمل، ورأينا فيها الخير الذي بإذن الله تعالى بناء عليه سنرى ليبيا الجديدة، ليبيا التي فيها كل ما يحتاجه الإنسان من أمن وأمان ومن حرية، ونرى فيها العدل، ونرى فيها المساواة، ونرى فيها ليبيا التي تزاحم الدول الأخرى في الاستقرار وفي التنمية الاقتصادية. نرى ليبيا التي قد بلغت أو ستبلغ شأوا كبيرا في مجال التعليم وفي المجال الصحي وفي كل مجالات الحياة. كنا نرى ونأمل ونزلنا نأمل أن نرى من خلال هذه الثورة المباركة ليبيا التي يتمناها كل من يحب هذا البلد الطيب وأهله الطيبين. دكتور، ما هي برأيك أهم ثوابت ومبادئ ثورة 17 من فبراير؟ نستطيع أن نقول أن الثوابت والمبادئ لأي ثورة من الثورات، والثورة الليبية ليست استثناء، هو الأسباب التي دفعت شعب معين للخروج والثورة كالشعب الليبي. لابد أن كان هناك أسباب وأشياء دفعت هذا الشعب للخروج في الثورة. هذا الخروج له أسباب. فعندما يخرج الناس إلى الشارع ويطالبون بإسقاط نظام معين دام ردحا من الزمن يحكمهم بالحديد والنار، لا شك أن لهم أهداف. الأهداف هذه تتمثل في استبدال أو تحسين أو إلغاء الأسباب التي دفعتهم الثورة، وإحلال مبادئ وأسباب جديدة تحقق لهم طموحاتهم التي فقدوها والتي كانت سببا في قيامهم بالثورة. أنا أعتقد أن أهم الأسباب التي دفعت الثورة والتي هي الآن من مبادئ الثوار هي إقامة دولة المؤسسات. دولة بدون مؤسسات تعني الفوضى. عشنا 40 سنة في فوضى لا يعرف الليبيون رأسا. رجل يخرج علينا في كل مناسبة ويقول الشعب الليبي يملك الثروة والسلطة والسلاح، بينما نعلم جميعا أن هذه أضحوكة كانت حكمها القذافي. بل ليس الليبيين فقط يعلمون ذلك، العالم بأسره يعلم أن القذافي كان يكذب على نفسه أولا قبل الليبيين، عندما كان يقول أن السلطة والثروة بيد الشعب الليبي، وأن الشعب الليبي الوحيد هو الذي يملك هذه الأشياء الثلاثة، بينما الجميع يعلم أن ما يجري في ليبيا خلاف ذلك. فالذي يقضي على هذه الظاهرة
كظاهرة القذافي اللي هي ظاهرة الاستبداد هي بناء دولة المؤسسات. فأعتقد أن المبدأ أو الهدف الأساسي الآن للثوار هو بناء ليبيا على مؤسسات. هذه المؤسسات هي الضمانة الحقيقية لعدم عودة حقبة القذافي أو يأتينا شخص ديكتاتور جديد. هو لا يهم من المسمى قذافي وغيره، في النهاية هي الديكتاتورية في جوهرها واحد، ولكن المسميات والأشخاص الشخوص الذين يذهبون ويأتون. ولكن إذا أردنا أن نحقق هذا الهدف بالأسمى هو أن نقوم كليبيين ببناء دولة مؤسسات، هي أكبر ضمانة. للأسف أن الغرب وصل إلى هذا بعد ثورة فرنسا وبعد الثورات التي قامت في أوروبا خلال القرن التاسع عشر، أرسوا دولة مؤسسات، وهذا السر الذي يبين لنا لماذا يعيش هذا العالم في استقرار سياسي. والاستقرار السياسي طبعا يتبع ماذا؟ ازدهار بجميع نواحي الحياة. بينما نجد أن الدول التي لا زالت في حالة من الفوضى والتخلف وفي تردي في متردية في جميع نواحي الحياة اقتصادية وسياسية وعسكرية وثقافية، نجدها هي الدول التي لا توجد بها مؤسسات، أي الدول التي لا زالت تعاني من الاستبداد والديكتاتورية. هذا هو الهدف الأول. أما هناك هدف ثاني وهو تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة الاجتماعية، وهذا طبعا لن يتحقق إلا بوجود دولة المؤسسات التي تمنع أن تستأثر فئة معينة من الناس بثروات البلد. ونحن شاهدنا هذا في عهد القذافي، فئة قليلة تسيطر على مقدرات الدولة، بل أسرة هي في الحقيقة، أصبحت ليبيا بالنسبة لها كمزرعة. وهذا حدث ولا زال يحدث في الدول الجوار التي تعاني من الاستبداد، وخاصة الشقيقة مصر، إعادة الاستبداد إليها من جديد، وكانت الطغمة الحاكمة ولا زالت مستبدة بالأمر هناك، والآن هم يريدون أن يصدروا لنا عودة الاستبداد من جديد. الاستقرار أعتقد في أي بلد مسلم، وهذه نقطة غابت عن أو تغيب عن كثيرين، الاستقرار وبناء المؤسسات وتحقيق دولة قائمة على العدل، قد في مجتمعات لا تدين بدين الإسلام قد يتمشى مع أي قانون أرضي يضعه. لكن بالنسبة لبلدان المسلمين، إحدى الأسباب الرئيسية للثورات فيها وغياب العدالة وغياب المساواة في جميع نواحي الحياة هو عدم الاحتكام إلى شرع الله عز وجل. منذ أن أبعدت الشريعة على يد المستعمر في القرن التاسع عشر، والمسلمون المصلحون منهم والعلماء والمفكرون كلهم ينادون بعودة هذه الأمة إلى شريعة رب العالمين، والتي ليست هي نافلة بل هي فريضة من الله على عز وجل، يجب أن يطالب بها كل مسلم يقول في اليوم في جميع الصلوات الخمسة لا إله إلا الله محمد رسول الله، والتي نسمعها الأذان خمس مرات في اليوم. هذه الشهادة لا تتحقق في حياة المسلمين إلا بأن يحتكموا لشريعة الله عز وجل. هذا الاحتكام ليس نافلة. أنت ممكن كمسلم تتصدق، وهذا التصدق هو نافلة، إن شئت فعلت لك الأجر وإن شئت أمسكت ولا وزر عليك. لكن الصلوات الخمس والحج والصوم وبر الوالدين وغيرها من الفرائض والواجبات التي أوجبها الله على عباده المؤمنين، تحكيم شرع الله عز وجل هو من أسمى الواجبات. قال تعالى ثم مخاطبا نبيه عليه السلام، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. دكتور، لكن الآن أنت ذكرت الآن هذه الثوابت، وذكرت بأن هذه الثوابت هي في الحقيقة منبثقة عن الأسباب التي من أجلها قامت الثوابت. الآن الناظر للواقع الليبي يرى أن كثير من الليبيين الآن انضموا إلى الثورة المضادة، كلنا نعرف أن هناك ثورة مضادة. هل نسي الليبيون المفاسد التي كانت في العهد السابق، حتى أنهم يعادون الحقيقة الآن يعادون الثورة والثوار وينضمون إلى الثورة المضادة، مع العلم أن بعض هؤلاء كانوا ثوارا في الحقيقة؟ لماذا هل نسي الليبيون المفاسد التي كانت في العهد السابق، أو ماذا تفسر انضمام البعض للثورة المضادة ومناصرة من نقول انضمام ليس بالضرورة انضمام في حمل السلاح، وإنما انضمام حتى على صفحات الفيسبوك وعلى الإعلام وغير ذلك؟ نعم، انضمام هذه الشرائح هو أمر طبيعي. ما من ثورة قامت في التاريخ البشري إلا وكان لها ارتداد وهو ما يسمى بالثورة المضادة. فما يجري في ليبيا ليس بدعا،
وليس يعني شيء مخالف لسنن الله عز وجل في المجتمعات وفي الشعوب. ثورة مضادة خطط لها من اليوم الأول ثورة، بل هناك من يؤكد من أنصار القذافي الذين هم يقبعون الآن في السجون، هم يقولون بأن موجة الانشقاقات التي حصلت من رجال القذافي خاصة رجال السلك الدبلوماسي كانت بأمر القذافي نفسه، أي أنه جعل هذه الانشقاقات وسيلة من وسائل العودة بنظام العودة نظامه من جديد فيما لو أسقط النظام. فنحن فوجئنا يعني كليبيين كنا نتابع من خلال وسائل الإعلام أن السفير الفلاني انشق وأن السفير الفلاني انشق، في حين أننا كنا على يقين من أن هؤلاء من أكثر الناس إخلاص للقذافي. فالمقربون من القذافي والذين بعضهم الآن في السجن يقولون أن هذا كان إحدى الوسائل القذافي للالتفاف على الثورة من خلال هؤلاء الناس. ولذلك عندما صدر قانون العزل السياسي كان إحدى أهدافه هو الحيلولة دون وصول هؤلاء الناس إلى مراكز القرار السياسي. طبعا هذا يقودنا في قضية أخرى، لماذا أو يفسرنا لماذا استماتة بعض الناس ممن يشملهم قرار العزل السياسي أن يسقطوا هذا القانون أو يلغوا السعي يعني باستماتة لإلغاء هذا القانون، لأنه يحول بينهم وبين العودة إلى كراسي التي من خلالها يستطيعوا أن يعيدوا النظام السابق. لكن حضرتك أنت قلت لي لماذا نرى الكثيرين من الليبيين؟ نعم. كل بلد يأخي عفوا سنستمع إلى الإجابة إن شاء الله لكن بعد أن نخرج إلى فاصل. نعم. سنخرج إلى فاصل أيها الإخوة المشاهدون، فابقوا معنا. قناة التناصح، 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 زكاتك تدفع عنك البلاء وتحفظ مالك الأقرار، لذلك قال الرسول الكريم فلب النداء تفز بالمرام، فلب النداء تفز بالمرام، زكاتك تدفع عنك البلاء وتحفظ مالك الأقرار. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى دكتور. كنت سألتك أنا لماذا بعض الليبيين انضموا إلى الثورة المضادة مع أنهم عاشوا، كثير منهم عاشوا المفاسد والمآسي التي كانت في العهد السابق. نعم، هو هذا له أسباب كثيرة. أولا طبعا في كل مجتمع فيه الصالح والطالح، بالإضافة أن ليس كل من انضم للثورة هو في الحقيقة مؤمن بأهداف الثورة. نعم. هذه حقيقة لازم نسلم بها. نعم. إحنا حدثنا الثوار الذين ذهبوا للجبهات أنهم كانوا يقولوا هناك كتيبة يسمونها الشباب تندر كتيبة الرباشة. طبعا نحن نعرف ان هذه كلمة تطلق على الناس اللي هم يلتقطوا بالحديد اللي هو البقايا الحديد من السيارات او غيرها ويبيعوا فيها للتجار الخردة. فكان يسموا في بعض الكتائب يسموها كتائب الرباشة. هؤلاء مجموعة من العصابات التي تزيد بزي الثوار، يلبس البدلة المزركشة التي عادة يلبس فيها الجنود ويذهبوا مع الثوار ويقيموا في الصفوف الخلفية. ثم بعد ذلك عندما يتقدم الثوار أو يسقط بعضهم قتلى أو جريح يقوم هؤلاء كما حدثنا شهود عيان يقوموا بسرقة سلاح الثائر، من يسقط منهم شهيد يقوموا بتفتيش جيوبه ويأخذوا الهاتف المحمول انتاعه، وكانوا يسرقوا حتى إذا كان عنده فلوس يسرقون، وبالذات ما قالوا لاحظنا لهم يركزون على سرقة السلاح، يعني في فترة من فترات كان الكلاشن يباع بحوالي 1500 في ذلك الوقت. بالنسبة لهؤلاء الناس كان يعتبر الذهاب مع الثوار وإن كانوا هم في ظاهرهم ثوار كان يعتبر يعني الذهاب مع الثوار هو من باب الغنيمة، يعني الغنيمة الباردة التي تأتيهم بالأموال الطائلة. هل تعتقد أن هؤلاء الآن هم الذين انضموا إلى الثورة المضادة؟ طبعا الآن من المشاهد أن كثير ممن انضموا للثورة المضادة في جميع أنحاء ليبيا شرقا وغربا وجنوبا هم أغلبهم من هؤلاء. أيضا لاحظنا أن كثير من الشباب الذين خرجوا حتى في إبان الحكومات الماضية وكانوا دائما يخرجون يطالبون بإسقاط الحكومة
أو يطالبون بإسقاط قبيل العزل السياسي، لاحظنا أنهم شريحة صغار السن. قد يقول البعض سبحان الله، يعني هذه الشريحة لما تلتحق بركب الثورة المضادة؟ السبب في ذلك يا سيدي يعود إلى أن هذه الشريحة عندما قامت الثورة كانوا صغار السن، بل إنهم لم يعاصروا كثير من المفاسد والجرائم التي ارتكبها القذافي. الذين يدركون جرائم القذافي حق الإدراك هم الذين عاشوا القذافي منذ أول يوم الانقلاب، هم الذين شاهدوا المشارق تنصب في شهر رمضان، هم الذين شاهدوا أموال ليبيا تنفق بالمئات أو عشرات المليارات على دول أفريقية وعلى حركات انقلابية في أوروبا وفي آسيا وفي جنوب شرق آسيا وفي أفريقيا، والليبيون لا علاقة لهم في ذلك ولا جمل، بينما الليبيون يذهبون للعلاج في تونس ويذهبون للعلاج في الأردن وبقية الدول العربية التي دخلها لا يساوي حتى عشر الدخل الشعب الليبي، في حين أنهم من حيث الكثافة السكانية يتصورون، أو من حيث العدد السكاني يكاد يقترب من عدد سكان ليبيا. الذين عرفوا القذافي وثاروا عليه هم الذين يعلمون أن القذافي أخذ 15,000 جندي وقذف بهم تشاد ولم يعودوا إلى أهليهم ولازال مصيرهم مجهول إلى هذه اللحظة. الذين عرفوا القذافي وعرفوا جرائمه هم الذين عرفوا أو يعلمون علم اليقين أن القذافي أخذ 5,000 متطوع أو ما يسمى في ذلك الوقت بالجيش الشعبي، وفيهم كهول وعواجيز يبلغون في 60 و70، وأخذوا وألقاهم في مجاهل أفريقيا في دولة أوغندا، وقيل أنهم نزلوا في بحيرة فيكتوريا وأكلت التماسيح وأمرهم أو كثير منهم مفقود إلى هذا اليوم. القتلى بالمئات الذين ذبحوا في، وليس فقط ضحايا سجن بسليم في سنة 96، بل هناك المئات الذين قتلهم القذافي تسميما وقتلهم كما يقال بدم بارد في دول أوروبا وفي دول أفريقيا وفي كثير من البلدان. هذا الشباب لم يعاصر الفترة التي كان الليبيون يخرجون للبحث عن ملابس العيد لأولادهم، خاصة في فترة الثمانينيات لم يكن هناك ملابس العيد. القذافي وصل بفترة فترات أنه منع الليبيين من المرتبات، وأنا أذكر إخوان الليبيين بهذا، أذكر إخوان الليبيين الذين يستمعون الآن إلى من دعاة الثورة المضادة، والذين يخرج دعاتهم على التلفاز في قنوات الفتنة ويطالبون جهارا نهارا بعودة نظام القذافي بصورة أو بأخرى. أذكرهم أن القذافي كان يمنع عليك يا ليبيين مرتباتك بالسنة، والله في بعض المؤسسات وبعض الدوائر الدولة الليبية كانت مرتباتها لا تصلهم بالعام. نعم صحيح. سنة كاملة. صحيح. أذكر أن في أحد المراكز البحوث في إحدى مدن الجبل، وحدثني مهندس يشتغل في مركز بحوث، وأنا أقول هذا في مدينة المرج، في مركز بحوث المرج، حدثني صديق مهندس زراعي قال لي جت علينا فترة حوالي قعدنا سنة بدون مرتبات، حتى أن رئيس المركز طلب منا الذهاب لاسترزاق برجل أولادنا. يعني قال لي معقولة مدير مدرسة يقفل على طريقه يبيع في الدلاع ويبيع في الخضرة؟ مدير مدرسة، هل نسي الليبيون ذلك؟ الجيل الصغير هذا بتاع فيسبوك، والذي للأسف الشديد خاصة بعد الثورة احتضنته وجندته كثير من المؤسسات الدولية التي جاءت وحاولت تجنب، وفعلا قد نجحت في تجنيد هؤلاء الشباب وجعلتهم مسامير في رجل الثورة، وجعلتهم أدوات وعصي تمنع دولاب الثورة من الدوران وبناء ليبيا الجديدة. لك يا دكتور، ربما يسأل بعضهم يقول لك لكن هذا الجيل الذي تتحدث عنه في الحقيقة هو من كان وقود الثورة في بدايتها. نعم أنا معك. نعم. أنا لا، عندما أقول هذا الجيل لا أقول كل هذا الجيل. نعم. هم الآن الثورة الذين يقاتلون في الجبهات، من هم؟ نعم. هم من هذا الجيل. نعم. يعني لا شك، يعني هذا الجيل هو الآن يحمل على عاتقه حماية الثورة الآن، وبدليل وقوف الآن في وجه الثورة المضادة في الجبهات المختلفة. نعم. لكن أتكلم أيضا عن شريحة لا يستهان بها. للأسف استطاع رجال الثورة المضادة أن يجنبهم لخدمة أجندتهم. نعم. طبعا عن طريق غسيل المخ. نعم صحيح. طيب دكتور، الآن نحن الآن في الذكرى الرابعة لثورة 17 فبراير. نعم. برأيك هل حققت الثورة للليبيين في السنوات الثلاث الماضية ما يصبون إليه من هذه الثورة؟ أقولها بصراحة، الشيء الوحيد الذي حققته الثورة هو الحرية للشعب الليبي.
ولكن حيث أن هذه الحرية لم يكن ولا زال أي ضابط لها في غياب سلطان الدولة، لأن الجهات التي للأسف أنا أقولها جهات دولية وجهات إقليمية الآن وضحها يعني أصبح وجهها مكشوف بدليل ضربة اليوم في 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 في, في درنة سنتي لها. نعم. هذه الجهات هي التي منعت الدولة الليبية من الوقوف على رجليها وبناء ليبيا الجديدة. الشيء الوحيد الذي ناله الشعب الليبي هو حرية غير مقيدة. الحرية المطلقة بدون قانون يضبطها تعني الفوضى، وهذا ما حدث وحرص عليه أن يسمى بالنظام العالمي حتى في دول. عندما نذكر دول أخرى من باب ماذا؟ من باب المثل، لأن لابد أن نعتبر بما حصل في الدول الأخرى. ليبيا لا تكون يعني خارج هذا، هذه قوانين ونواميس الله عز وجل جعلها في هذه الدنيا، ونواميس تحكم الحياة الاجتماعية، ونواميس أيضا تحكم الثورات باعتبار أنها حركات اجتماعية في أصلها. فاللي حصل في دول أوروبا اللاتينية بالذات في أمريكا، في أمريكا الجنوبية، أن كثير من الشعوب فيها قامت بثورات عظيمة، ولكن هذه الشعوب عندما نالت حريتها من الدكتاتورية اللي ظهرت من أجلها انفرط عقد للأمن والأمان فيها، وطبعا هذا كان بتدبير من رجال الثورة المضادة. فوقع الناس في ماذا؟ وقع الناس في الفوضى وفي الهرج والمرج اللي هو القتل وسفك الدماء والنهب والأموال والاعتداء على الأعراض. فعندئذ ماذا قال الناس؟ قال الناس لا والله نحن نفضل الدكتاتورية، ومن هنا استغل العسكر هذا وعادوا للحكم الجديد. هي نفس اللعبة الآن هم لعبوها في دول الجوار ولعبوها الآن في ليبيا، وهو وضع عصي المعوقات في دولاب الثورة الليبية والحرص على إشعار المواطن الليبي بأنه لا أمن لأمان بالقتل وإراقة أو صنع بحيرات إن صح التعبير من الدماء البريئة، وهم الذين قاموا بذلك حتى يقول المواطن لا والله جنة القذافي وجحيم القذافي ولا جنة الثوار. ولكن هذا الذي أنا أريد أن أذكر به الليبيين أن هذا ما جرى ويجري في ليبيا هو في الحقيقة لإيصال الليبيين لهذه النتيجة، كي يقول الليبيين والله يا يوم من أيام القذافي، وللأسف قد قالها كثير من الليبيين، لأن الذين خططوا لإيصال الليبي أن يقول ذلك هم كانوا يعلمون النتيجة لأنها قد طبقت في بلدان غيرهم ونجحت هذه الخطة، فهم يحاولون الآن أن يعني يجروها في ليبيا. دكتور، هل هناك خصوصية لثورة 17 فبراير من بين ثورات الربيع العربي؟ والله هو طبعا لا شك أن الشعب الليبي كانت ثورته لها خصوصية، أولا في الالتفاف الشعبي الهائل الذي أستطيع أن أقول أذهل العالم، يعني العالم كان يتابع حتى في الصين كانوا يتابعون إحداث الثورة الليبية، لأن القذافي كان حقيقة شخصية متميزة، وللأسف مش متميز بخير، ولكن هو كان بأعماله اللي صح التعبير الثورية الإرهابية اللي قام بها في العالم، خاصة قضية لوكربي جار القذافي دائما، حتى كان في أذكر أنا في لما كنت برا في الخارج كانت فيها مجلة متخصصة في أخبار الدكتاتورية، وكانت كل سنة تنزل من الذي فاز بالمرتبة العشر الأوائل من الدكتاتوريين، وتضع من بالترتيب تبعهم واحد اثنين ثاني ثالث الرابع، فكان القذافي يتراوح ترتيبه مرات الثاني ومرات الأول ومرات يجي السابع طبعا، لأن هم يتنافسوا في مقدار يعني قمح لشعوبهم. فكانت هذه الصحيفة الطريفة هي صغيرة، ذكر أربع صفحات يعني زي مطوية تتكلم على أخبار فقط الدكتاتورية في العالم. فالثورة الليبية تميزت عن بقية الثورات بأنها كانت من بدايتها ثورة مسلحة، لأن القذافي لا يعرف لغة الحوار. طبعا خطبه بعض العقلاء حتى من آل بيته هو في البداية وقال له تستطيع أن تسكت الليبيين ببعض الجرعات من الأموال وبعض الجرعات من اسمها السلف الإسكان للشباب وقروض العمل، وهو لو فعل ذلك أنا أكد لك هو كان سينجح، ولكن أراد الله عز وجل أن ينهي هذا الرجل الذي لأنه قد بلغ من درجة الطغيان يعلمها القاسي والدني. فكانت الثورة الليبية تتميز بأنها ثورة معسكرة من بدايته، وهذا ما هذا السر بأن الثورة الليبية لم تسقط إلى الآن، نسأل الله لها تمام النصر. وهذا السر في أننا نلاحظ أن كل الذين تعاقبوا على الحكومات باستثناء حكومة السيد الحاسي، الحكومة السابقة دائما كانت حريصة، إذا كانت دائما لها يد
ممدودة أو لها اتصالات خارجية كان دائما أو ما تسعى إليه هو نزع سلاح الثوار، لأنهم يعلمون جيدا أنهم لن يستطيعوا أن يحققوا ما أريدهم في ليبيا إلا بنزع سلاح الثوار. فأكبر ميزة للثورة الليبية هي السلاح، وإن كان طبعا للأسف هذه حقيقة مرة لازم نعترف بها أن السلاح اللي قد وقع في أيدي غير أمينة وأصبح يستغل زي ما حصل الآن عندنا في ليبيا من جهات مشبوهة الله أعلم بها. أنا لا أجزم من لا توجد لدي أدلة من يقوم بهذه الأعمال الآن، ولكن وجود السلاح بهذه الكمية الهائلة في أيدي غير أمينة كان أحد الأسباب التي استغلها خصوم الثورة في تحجيج النار العداوة لها في الداخل والخارج. طيب أستاذ مصطفى، لماذا برأيك تتم محاربة الثورات العربية ومن بينها ثورة 17 من فبراير من قبل جهات إقليمية ومن قبل جهات دولية أيضا؟ أشوف راح نكون صريح، إذا أردت أن تعرف السبب دائما ابحث عن لب المشكلة أو السبب الأول، يعني هناك دائما فيه سبب ولكن هناك قبله سبب يعني علل متسلسلة، لكن دائما لابد في النهاية أن نصل إلى علة هي أم العلل. نعم. أنا أقولها باختصار، السبب هو إسرائيل. العالم أو ما يسمى بالنظام الدولي الذي أسس منذ قيام الأمم المتحدة ومجلس الأمن اللي هو يعتبر حكومة العالم، يعزل من يشاء ويضع من يشاء ويرفع من يشاء ويأخذ من يشاء، هم قرروا أنه لا يحكم العرب إلا الدكتاتور، لأن وجود مناخ الحرية يعني وصول أهل الصلاح، أهل الصلاح للدفة السياسية في أي بلد عربي. والله اللي يقول من هذا المنبر، والله لو كان عندنا يهود في ليبيا أو نصارى في ليبيا وكانوا من الصالحين أي كانوا من الوطنيين، والله سيحول دون وصول من السلطة، ليس فقط الإسلاميين. لماذا هم حريصين أشد الحرص أو يحب واحد يقول لك والله نحن ما نبوش؟ لماذا؟ لأنهم يعلمون أحرص الناس على مصالح الأوطان هم أهل الدين. حتى في دراسة مرة قريتها أنا في أمريكا، ومن أقاموا دراسة وجدوا أن المواطن الصالح وقوي الشخصية والخير لبلده هو الشخص المتدين وإن كان نصراني، لأن دائما الدين يحمل يبني الضمير في الإنسان، يمنع من السرقة، يمنع من الكذب، يمنع من الرشوة، يمنع من أنه يبيع بلاده. فهم حريصون أشد الحرص على أن يتولى زمام الأمور ومركز القرار السياسي في بلادنا العربية اللي هي جزء من الأمة الإسلامية ألا يعني يصل إلى هذه المراكز أهل الصلاح. لذلك هم حريصون على هذا. لماذا؟ لأنهم يعلموا قيام نظام صالح مؤسس على قيم الحق والعدل يعني ذلك ماذا؟ يعني نمو في هذا البلد، يعني أن هذا البلد سيستقل. نحن شوفوا خوتنا في مصر عندما الرئيس المصري الذي حصل على الانقلاب قال نحن ماذا نريد؟ نحن بلد 100 مليون، نحن نريد أن نصنع دوانا. قال يا أخي نزلنا صور في دوانا، نريد أن نصنع سلاحنا، مطالب مش كبيرة. قال نحن نريد أن نستقل بالدواء وبالغذاء، رغيف الخبز 10 مليون طن سنويا يستورد فيها من 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 دول أوروبا وأمريكا، ويتعرض نتيجة ذلك لشروط سياسية أنك تفعل كذا وكذا وكذا. يا رجل الآن لا يستطيع الجندي مصر يدخل إلا بإذن من إسرائيل أو حتى زيادة القوات المسلحة أو المدرعات أو الطائرات التي تجوب سيناء بحث عن إرهابيين كما يقولون، لا يستطيع ذلك إلا بتصريح من إسرائيل. لماذا؟ لأن من له اليد العليا وهي الولايات المتحدة الأمريكية التي هي شئنا ما بينه هي سيدة العالم وهي شرط العالم، تقول لهم أنتم لا تستطيعوا أن تضعوا جندي واحد زيادة في سيناء إلا بأمر مني. فهم لا يريدون أن تنشأ في مصر حكومة وطنية توفر دواء، يصنع المصريون منهم دواءهم ويصنع غذائهم، يكتفوا غذائيا ويصنع أسلحهم، خلوك دائما تعب. ولذلك أنا قلت وأكرر، لو كان عندنا نصارى أو حتى يهود وطنيون يحبون سيحول دون وصولهم لمركز القرار، لأنهم يريدون هذه البلدان دائما في آخر القافلة، وكي يكون في آخر القافلة لابد من دكتاتور عسكري يحكمهم. صحيح. طيب دكتور، الآن المنظر أمامنا والواقع الحالي في ليبيا يعني حقيقة من نواحي كثيرة واقع سيء للأسف نقولها، ما هي برأيك العوامل التي أدت بنا إلى هذا الواقع المؤلم؟ العوامل نستطيع نقول عوامل دولية وإقليمية وداخلية، لكن يظل كما قال
احد المفكرين، اعتقد انه هو الاستاذ مالك بن نبي رحمه الله عليه، مفكر جزائري، عندما عنونا لإحدى رسائله اللي هو القابلية للاستعمار، زي جسم الإنسان، الشعوب كجسم الإنسان، عندما الإنسان لا يكون قوي البنية ويكون محصن بالغذاء الطيب، وماذا يحصل؟ ستأخذ يعني جسد الأمراض. الأمة كذلك، الأمة إذا كانت يعني ضعيفة في تركيبها الفكري ونسيجها الاجتماعي وفي بنيانها الاقتصادي والسياسي والثقافي والتعليمي، ستكون فريسة سهلة لجميع المفترسين. نحن للأسف الشديد في ليبيا توفرت فينا هذه الشروط، شروط المرض اللي هو جعلنا كمجتمع ليبي وكدولة ليبية وكشعب ليبي فريسة لكل من هب ودب. يا رجل، معقولة الشعب الليبي يسمع لمرأة لا تجيد حتى الكلام بالعامية، يجلس بالساعتين والثلاثة يسمعون إليها، إن لم يكن العلم ليست المرأة التي تخاطبهم وتسمم عقولهم اليومية ليجلسوا أمامها بالساعتين والثلاثة. بعض الناس الذين يبثون فتنة ويحرضون على سفك الدماء الليبيين بعضهم لبعض، أين عقول هؤلاء الناس إن لم يكن هم جاهزين لهذا؟ فللأسف الشعب الليبي، الغفلة التي جعل القذافي يسبح الليبيون فيها طيلة 42 سنة وعمقها وأصل فيهم الليبيين، أصل في الليبيين، هي التي أوصلت الليبيين لهذا الحال. بمعنى أن الشعب الليبي يفتقد إلى كثير من الوعي السياسي الذي يجعل الليبي على دراية تامة بمن يحاولون أن يحرفوا مساره. لذلك هم الآن فريسة سهلة لكل من يأتي ويتكلم في التلفاز ويقول له والله فلان عدوك، يقول له نعم هذا عدو، فلان صديقك، ولا هذا فلان يريدك القتل. يا أخي، هذا الرجل كان يوم مع القذافي، هذا من رجالات القذافي، كيف انت تتبع فيه؟ يقول لك والله لان التلفزيون الفلاني قال كذا. طيب، الله عز وجل في النهايه اعطانا عقول، نحن اعطاك الله عز وجل عقل، هذا العقل يميز بين الخير والشر، اجلس مع نفسك وفكر وحلل الموضوع، ستجد باذن الله تعالى ستعرف اين طريق الخير وتعرف اين طريق الشر. اعود فاقول العام الاول الذي اوصل الليبيين الى ما نحن فيه اليوم هو اول العام الداخلي، وهذا في نظري أهم العوامل. للأسف أن القبيلة في ليبيا يوم ما يعني كانت القبيلة في ليبيا هي حلة المشاكل، وهي التي تخفف ألام حتى من ينتمي إليها، سواء كان يعني في قضايا الدية وقضايا قتل الخطأ ولا قضايا حتى الحياة العامة. يعني ممكن كانت القبيلة تساعد حتى إنسان على بناء بيت أو تكون أسرة، أو إذا أصابتها مصيبة يخفوا عنها بالدعم المادي وغيره. لكن للأسف الشديد أن القذافي لعب على تعميق الخلافات بين القبائل ولم يظهر اثرها. زمن القذافي اللي كان، لان القذافي نعلم جميعا كانت قبضته قبضه حديديه، لكن بعد ان سقط القذافي الذي كان يدوس على الجميع برزت الى الوجود هذه الخلافات، واستغلها اصحاب الاهواء والانتهازيون واصحاب المنافع الشخصيه، وللاسف استطاعوا ان يدغدغوا عواطف هؤلاء واشترى بعضهم المال، وهذا احد الاسباب التي جرت ليبيا الى ما وقعنا فيه الان. ايضا من الاسباب الرئيسيه أقولها في عجالة هو أن الثورة الليبية قامت بلا رأس، أي أن الثورة الليبية لم يكن لها قيادة منذ البداية. نحن لو درسنا تاريخ الثورة الفرنسية وتاريخ الثورة الروسية والإنجليزية وكل الثورات في العالم، لكن أتكلم على الثورات العظيمة زي الثورة الفرنسية التي أثرت وصارت تأثيرها إلى بقية دول أوروبا في القرن الثامن عشر، ثم هذا من حوالي قرنين، والآن في القرن الماضي الثورة الروسية اللي أوجدت الاتحاد السوفياتي الذي يناطح الولايات المتحدة، والذي كان أحد أقطاب العالم، والذي كان يعني يزاحم أمريكا في سياسة وريادة العالم. هذه الثورات كانت دائما لها قيادات. هذه القيادة، ما ميزة القيادة؟ القيادة عادة تمتاز بأنها قادرة على رسم الأهداف ووضع السياسات لتحقيق هذه الأهداف. نحن في عندما قال ثورة ليبيا لم يكن لها قيادة، هي كانت في البداية زي الحبة الشعبية. نعم. الحبة الشعبية هذه لا رأس لها، فقفز إلى سفينة الثورة ودفة السفينة تاع الثورة، قفز إليها من؟ كثير من الذين اللي قفزوا إلى سفينة الثورة ودفتها هم من رموز النظام الصدر. يا رجل، معقولة تقوم بانقلاب على دكتاتور ويخرج الشعب الليبي يقول والله الشعب يريد إسقاط النظام؟ والآخر الشعارات التي سمعناها، وسقط ما سقط الآلاف من الليبيين الذين سقطوا في هذه الثورة،
يطالبون بإسقاط النظام. معقولة من اليوم الأول تأتي بوزير، أنا أذكر الليبيين، تأتون أيها الليبيين بوزير من؟ بوزير العدل، والله ما كان وزير عدل. ونعرف أين هو الآن في مركز، الآن ظهر حصص الحق وأين هو الآن موقعه. تأتي بوزير القذافي 9 سنوات وهو يحكم بوقع الإعدامات الليبيين وتنصبوه كقائد سياسي لهذه الثورة. يعني نعم غيان القيادة السياسية التي ولذلك شعبنا كيف كان عندما يؤتى برموز الرموز العسكرية والسياسية وأمر القذافي عندما يتم اعتقاله ويأتوا بها لهذا الرجل كان يطلق سراحه من أكبر المستشار للقذافي اللي هو بشير صالح اللي هو قال له والله استقبله وشاهدنا هذا كله. هذا كلام سري يا اخواننا، هذا كلام شاهدناه جميعا على شاشة التلفاز. يأتي للسيد ابن صالح الجليل ويحتضن ويأخذ بالأحوال ثم يقول له وشوهد هذا في لقطات تلفزيونية، ثم يقول له اجلس في بيتك وعندما نحتاج إليك سنستدعيك. والرجل يخرج من هنا يظل أيام ثم نسمع به فرنسا، والرجل يحمل أسرار ليبيا ويحمل أسرار الأموال الليبية التي هربت في الخارج، وقيل هو نفسه هارب كم مئات الملايين في الخارج. هو قد يقول نعم نعم أيضا نعم طبعا من الأشياء التي وصلتنا هذه نقطة حقيقة لا نركز عليها جدا في أقل من دقيقة لأن انتهى الوقت. نعم أنا حقيقة اللي نحب نركز عليها الليبيون ارتكبوا خطأ شنيع جدا، وهو بناء الدولة الليبية على فكرة الحزب من البداية. يا أخي شعب عاش 42 سنة في ظل ديكتاتورية لا يعرف التعددية ولا يعترفوا يعني يحترموا الرأي الآخر، عاشوا تعودوا على شخص واحد يدوس عليهم 42 سنة. تأتي أنت تقول والله في أول انتخابات تشريعية كي يؤسسوا دولتهم تجيب لي والله تقول لي والله سندخل بنظام الأحزاب والقوائم الحزبية في شعب لا يعرف اي حتى انا فوجئت يعني في بعض الدروس كنت اعطي فيها فوجئت بعض الناس يقول لي والله ما معنى كلمه قائمه، ما معنى القائمه والفردي، مش عارفين حتى معنى كلمه فردي وقائمه. والله في ناس يقول لي شو معنى كلمه دستور حتى كلمه، لان غاب هذا هذه المصطلحات غابت عليهم 42 سنه فاصبحت لما فوجئوا بها وكانها جايه من المريخ او من عالم اخر. استاذ مصطفى طرابلسي اشكرك في نهايه هذا اللقاء على هذا الطرح، وان شاء الله في لقاءات اخرى نكمل ان شاء الله الحديث عن ثوره 17 من فبراير والثوره المضاده في الحقيقه، كما اشكر جميع من قام على تنفيذ هذه الحلقه من مصورين ومخرجين ومنتجين، واشكركم ايها الساده المشاهدون على متابعتكم، وحتى ألتقيكم في حلقة جديدة أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.